أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية حيث أشار في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولس السادس بالفاتيكان إلى رحلة الحج الرسولية التي قام بها إلى بودابست وسلوفاكيا داعيا المؤمنين بأن يحافظوا على الصلاة والتوبة في حياتهم ليجدوا فيها السلام والفرحة الذي يريده الله لهم وقال ايها الاب الاقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغه العربيه التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي انهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفه القديس بطرس في نهايه هذه المقابله سنرتل معا صلاه الابان باللغه اللاتينيه ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسه البابا اليوم في اطار تعليمه على زيارته الرسوليه الى بودابست وسلوفاكيا وقال كانت زيارتي رحله حج صلاه وحج الى الجذور وحج رجاء كانت المحطه الاولى في بودابست من اجل القداس الختامي للمؤتمر الافخارستي الدولي حيث اجتمع شعب الله المقدس في يوم الرب امام سر القربان المقدس الذي منه يولد ويتجدد باستمرار واختتم حج الصلاه في سلوفاكيا في عيد مريم ام الاوجاع اما الجانب الثاني من الزياره فكان حجا الى الجذور وقد ادركت قوه هذه الجذور في الاحتفال بالقداس الالهي في الطقس البيزنطي اذ شعرت بخفقان قلب الشعب المقدس المؤمن في الترانيم التي الفت من الالام الكثيره التي عانى منها من اجل الايمان. الجانب الثالث من الزياره كان حج رجاء. وقد رايت الكثير من الرجاء في عيون الشباب وفي اشخاص كثيرين يهتمون بغيرهم بصمت. واقول ان هذا الرجاء يتحقق ويصبح واقعا فقط اذا كنا معا. هذا هو الطريق ان نكون معا الذي يجعل المستقبل مليئا بالرجاء